ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم اجتماعا خصص للوقوف على التدابير المتخذة لإنعاش القطاع السياحي بعد سنتين من تداعيات الأزمة الصحية العالمية، خاصة مع تسجيل بعض المؤشرات الإيجابية التي يمكن استثمارها من أجل استقبال جيد للموسم السياحي الجديد، ما من شأنه المساهمة في إعادة تحقيق إقلاع جديد للقطاع. وخلال هذا الاجتماع قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور رؤية الوزارة لعودة النشاط السياحي إلى طبيعته في أقرب الآجال، مع هدف تسجيل تدفق شهري للسياح ما تم هذه السنة يعادل أو يفوق ما تم تسجيله قبل الأزمة. تروم هذه الرؤية الزيادة من عدد السياح والعودة انطلاقا من سنة 2023 إلى نفس المستوى المهم المسجل سنة 2019، والتي كانت سنة إيجابية فيما يخص توافد السياح.